الكثير من النساء اللواتي يمارسن ألعاب القوى ويتمتعن برشاقة أكبر من غيرهن، حيث تفوقت العديد منهن بشكل دائم في رياضة ألعاب القوى وكمال الأجسام. ويوجد الكثير من السيدات العظماء عبر التاريخ في هذا المجال، وحصلنا على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. كل رياضة لها خصوصيتها ولها جمهورها ولها انطباعاتها الأولية قبل ما تطبلها. فإذا مثلا لعبة كمال الأجسام وغيرها من الألعاب اللي هي تتطلب من عندك أنه بناء كتلة عضلية، لازم أنت تعرف أنه هذا الشيء ممكن يأثر سلبي أو إيجابي على جسمك، وشيء ثاني يأثر على المجتمع اللي دار مدارك. إحنا نعرف النساء لها خصوصيتها، البنية الجسمانية الربانية اللي لها استروجين يكون عندها، كهرمونات تكون عالية، ككتلة عضلية تكون عندها كلش قليلة، راح تضطر تستخدم منشطات أو تستخدم مواد ثانية حتى تزيد من كتلة العضلية، وهذا يمكن يواجه صعوبات يعني كلش بالمجتمع، بالتالي تنعكس سلبي عليها. بس مع ذلك إلها جمهورها ولها إقبالها، مثل ما نشوف اكو بطولات جاية تصير آسيوية وعراقية، ماكو حاليا، فقط آسيويا وعالميا، والعنصر كلش محدود يكون. قوة الرياضيين الذكور والإناث عند ممارسة الألعاب القوى متساوية تقريبا، ويتم تحديد القدرة على التحمل إلى حد كبير من خلال كفاءة الجسم عند تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، حيث تعتبر الإناث في الألعاب القوى أكثر كفاءة من الرياضيين في تحويل الجلوكوجين إلى طاقة. الرياضيات النسوية طبعا في تطور كبير بالعراق بالنسبة لجميع الرياضيات النسوية من ساحة وميدانة والألعاب القوة جميعا، وهناك إنجازات كبيرة للبطلات من كمال أجسام إلى ساحة وميدان إلى السباحة إلى رفع الأثقال. أكيد إحنا كرياضيين وكلاعبين إحنا مؤيدين هذا الشيء، وأتمنى من المؤسسات والدولة بشكل عام إنه تدعم المرأة في الرياضة، وهي أيضا دعم مو فقط المرأة الرياضية اللاعبة، فقط المرأة بصورة عامة يعني تكون دعم إلها طبعا. وكمال الأجسام أيضا هم بالأخير نشوف الإنجازات وميداليات، فالمرأة قاعد تشوفها بكل المجالات، خاصة مجالات الرياضة، دخلت مجالات كمال أجسام، دخلت مجالات ألعاب قوى، كرة القدم، الطائرة، كل مجالات الرياضة، يعني ما بقت بشيء معين، لا أخذت استحقاقها ودخلت أكثر أكثر بغير مجالات ونجحت كذلك بهذا الشيء. يعني ما يعني منطقة مثلا شلون يقول أنه الكلام السلبي اللي قالوه عن المرأة انه ما راح تنجح او ما راح تقدر، لا، هي عكست هذا الشيء وقدرت وسوته واثبتت هذا الشيء بجداره. استطاعت ان تقتحم كل الميادين وتنافست مع الرجال وتفوقت في الكثير من البطولات، تلك التي وصفهن الله بالقوارير، فلا حاجز ولا عائق يقف امام مسيرتهن. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء العبيدي، قناه العراقيه.